الأمل السياسي ولماذا؟ والاهتمام بدراستهم بالدرجة الأولى. صافي دو حالة؟ يا الله كنا نسولك شخصيا زعما شنو الظروف اللي خلاتك تبدا تفكر؟ أنا قلت لكم زيتي كنت مزيان. مشكل. أولا أنا ما عمري كنت. ياتي جاتك غريبة ياك؟ نعم. أنا منذ الصغر ما عمري كنت. ما عمري شرات. يعني هذا غريبة ياك؟ ثانيا أنا أكون بموجز. يعني البعد نتاعي ركار غادي نعطيكم مقلص بزاف كل حال كل واحد كل حاجة خلق الله في هذه الحياة عندها واحد الوجود ولكن هذا الشيء اللي خلق الله بالحياة يعني كاين عاقل وكاين هو غير عاقل اللي هو عاقل بحال الإنسان اللي غير عاقل بحال الجمل إذا ركار غير عاقل بما انه غير عاقل بما انه غير عاقل كنعتبر احيانا الانسان بالكل ما يكملش نعم علاش لان الانسان تيفكر عنده واحد الامر الوسط الله سبحانه وتعالى كرم بنو ادم كيفاش تشوف على انه واحد قارو تيجي الانسان فيه عباره عن ايش؟ شيء ميت منفوذ تجي تدير في الفم نتاعك اولا تيهلكك ماديا نعم ثم صحيا ثم راك وجدها ماسك Fun de barra, fun de barra.